بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة اللغة العربية سنة الرابعة متوسط رايح ندير حلول تمارين صفحة رقم 75، أحدد العلاقة بين أنماط الخطاب. الصفحة رقم 75، استمعوا إلى الجزئين السابقين من الخطاب كله ثم أجيب. عدنا هذا الجدول فيه ثلاث خانات، الخانة الأولى، الخانة الثانية، والخانة الثالثة. هنا الفقرات، هنا طبيعة العبارة، وهنا النمط. عندنا الفقرة الأولى هي لا غرابة في هذه الدعاوى، ولكن الغريبة أن تشيع هذه الدعاوى. طبيعة العبارة، إصدار الحكم، نمط، حجج. الفقرة الثانية، كان المصريون وكان اليوناني، ثم جاءت العصور الأخيرة. هنا طبيعة العبارة، السرد التاريخي، يعني شواهد تاريخية. طبيعة النمط، السرد. هنا رقم 2، أدخل النمط السردي في هذا النمط الحجاجي لأن الخطاب استلزم ذلك، وكذلك لخدمة النمط السردي للنمط الخارجي. الاستماع إلى هذا الجزء من الخطاب، قد فعلها النمساوي فريدريك هارتز وقال ما قال وأجره على الذي خلقه. قال لعلماء الأجناس المتعصبين: إنكم مخطئون جدا مخطئون، وإن أصلا من أصول الأمم المختلفة لا يخلو من أوشاب كثيرة يدخل فيها شرقيون وغربيون، وإنه ما من محمدة تدعى لأوروبا إلا وللأجناس الأخرى مثيلتها، وما من مذمة تدعى على الأجناس الأخرى إلا وفي أوروبا قديمها وحديثها مثيلتها، وأيد كل قول ببرهان. هنا أيد يعني دير لكل قول حط له برهان. ولا يريد هارتز أن يقف في الإنصاف عند شعب من الشعوب ولا جنس من الأجناس، لأنه يرى أن الفواصل بين أي شعبين في العالم ليست من البعد والحيلولة بحيث تستعصي على التقارن. 1، تنتمي هذه الفقرة إلى النمط الحواري. 2، استعمل الكاتب النمط الحواري في هذا الخطاب لنقل الحوار بين فريدريك هارتز وعلماء الأجناس المتعصبين ولتحقيق غاية. هنا 3، علاقته بالسياق الحجاجي في هذا الخطاب كمثال لدعم الخطاب الحجاجي. الاستنتاج، قد يتقاطع نوع آخر من النصوص كالحوار مثلا مع نص حجاجي كلما استلزم الخطاب ذلك.